أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي بما تعلمون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعينين فكلموه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ